ما كده اما اروح ابدا في المكونات بتاعه الرواني ونشوف. انا معايا نسخه من البسبوسه لسه طالعه معايا سخنه كده موجوجه، فقلت اشربها معاكم. طيب البسبوسه عشان تطلع معايا طريه وحلوه زي اللي بنشوفها بره، نعمل ايه يا شيف؟ الخطوه الاساسيه برضو من الخطوات اللي احنا لازم نعملها، ان احنا البسبوسه بتاعتنا بتبقى طالعه سخنه والشربات بتاعنا بيبقى سخن او على الاقل دافي مش بارد خالص. تمام، فانا دفيت معايا كده السيرم بتاعي او الشربات بتاعي، والبسبوسه بتاعتي خارجه قبل ما نطلع من الهواء على طول. تعالوا بقى كده نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو نعمل كده ونشرب. بصوا هي بتبدا تعمل بقليل كده، ده تعرفوا طبعا هي كانت مفروض يعني اول ما تطلع ومشرباها على طول، بس انا استنيت كده 3 4 دقايق عشان اوريكم النتيجه. طالما البسبوسه بتاعتك بتتشرب بالشكل ده يبقى هي ناجحه وما فيش اي مشكله، هتتشرب الكميه دي كلها. طب يا شيف عشان خاطر نطريها زي بتاعت بره، ايه الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه اللي احنا نجيب طبق كبير، نجيب غطا حله، نجيب اي حاجه. اهو بدور معاكم، بسم الله الرحمن الرحيم، واقوم مغطياها لمده 3 4 دقائق بس اهو كده، ونروح نشتغل. بعد ال 3 4 دقائق هكون اتشربت كل الشربات اللي فيها وهتديك الطريان بتاع الشارع بالظبط. يبقى الخطوتين دول مهمين جدا في عمايل البسبوسه. هنقول بقى بقيه الحاجات واحنا شغالين مع بعض في البسبوسه، ايه المهم في البسبوسه عشان تطلع حلو. قول مكوناتها الاول وبعدين نبدا فيها على طول. مكونات البسبوسه بتاعتنا العاديه اللي هو السميد، لو انا مش عايزه اجيب كيس. طب لو انا عايزه اجيب كيس هقول لك الطريقتين نعملهم ازاي وايه الفرق بينهم. ماشي، معانا كوبايه الا ربع من السمنه السايحه يعني بدرجه حراره الغرفه او المطبخ بتاعك، معانا كوبايه من الزبادي، وانا شايله اللبن وحاطه زبادي. فانت لو هتجيبي السميد وانت ضامنه ان انت هتعرفي تعملي بالزبادي وهتبقى قوامها حلو معاكي، اشتغلي بالزبادي. طب يا شيف ايه الاساسي في السميد؟ كوبايه اللبن. تمام، ومعانا معلقه من العسل الابيض، ومعانا نص كيلو من السميد، ومعانا القشطه، ومعانا ايه كمان يا ست الكل؟ للشربات معانا طبعا معانا شويه بيكنج باودر، معرفش هم حطوهم ولا لا، ما حطوهمش، بس يعني نحط كده ايه ربع معلقه عشان يدينا قوام حلو. معانا كوبايه ونص من السكر، وكوبايه ونص من الميه، ومعانا كيس فانيليا، ومعانا عصر ليمون، ومعانا ربع معلقه من الزبده. ده كل ده كده بيتحط على ايه؟ على الشربات بتاعنا. حلو الكلام؟ طيب طب انا عايزه شويه بيكنج باودر من اشيائي. تمام، هنعمل ايه؟ بسم الله بسم الله. انا ما بشتغلش على السخن، في ناس كتير لما بتيجي تعمل السميد وما بتعملش الاكياس بتسخن الحاجه على النار وبتدرب حاجتها على النار وبعدين تحطها. طب هنعمل ايه يا شيف مع بعض؟ هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه هنجيب مع بعض، بصوا الحله دي اللي كان فيها الشربات. ماشي، انا هوريكم الطريقه اللي هي بتاعت السميد العاديه. طب انا لو هعمل كيس يا شيف ومش عندي السميد ده، او مش بعرف اعمله، او بيشرب مني سمنه وزيت وكلام من ده كتير، اعمل ايه؟ هاتي الطريقه بتاعتك الاساسيه اللي انت هتعملي بيها السميد، وهنقول هنعمل ايه. كوبايه الا ربع من الزبده او السمنه البلدي زي ما انت عايزه، اي ماده دهنيه انت بتستخدميها. انا هنا سايبه معلقه صغيره من الشربات. ماشي، اهو باين اهو في الارضيه بتاعت الحله ان احنا ايه سايبين معلقه. تمام، ومعانا علبه الزبادي، وقلنا اختياري انت تقدري تضيفي كمان الايه اللبن. تمام ماشي، معانا القشطه، والقشطه دي بقى يعني لو بلدي، بس انا بصراحه ما لقيناش بلدي فحطينا اللي هو العلبه العاديه بتاعت السوبر ماركت. بس انا بقول لك اعملي البسبوسه بتاعتك بقشطه لبن، بقشطه بلدي من عند اللبان، ودوقي طعم البسبوسه شوفي هتبقى دايبه ازاي مع الخطوات اللي احنا بنمشيها دي. السمنه البلدي او الزبده، ويفضل انها تبقى سمنه مش زبده، هتبقى خطيره مع القشطه، حاجه عظمه جدا جدا جدا. هنحط كمان معلقه العسل، معلقه عسل ابيض اهو، كل الحاجات دي اهو بس كده، مش عايزين اكتر من كده اهو. طيب في ناس بتحط سكر في وصفه السميد، وفي ناس بتستثناه وبتستكفى بالشربات.
احنا هنعمل ايه؟ احنا حاطين سميد، فانا هاخد نص الكميه دي لان انا برده مش عايزاها مسكره وجزعه قوي، فانا هوسطن نفسي مش هحط سكر كتير فيها، ومش هبقى عامله العسل بتاعي مسكر وجازع قوي كده، فتيجي تاكلي البسبوسه ما تبقيش قادره ايه تكملي القطعه بتاعتي. فهنحط شويه صغيرين من السكر اهو، وهنقلب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه كده اهو. بصوا احنا عايزينه بس يفك مع بعضه، مش عايزينه يغلي ولا اي حاجه، عشان لما ينزل على السميد بتاعنا يتشربه ويديني نتيجه حلوه كده، ويديني بقى ايه عارفين السمنه اللي داي البسبوسه اللي دايبه ببعضها كده، هي دي اللي انا عايزاها اهو. ومعانا تليفون ونقول الو يا زهراء. الو، اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. انت عندك قد ايه؟ سنك صغنن؟ ايه سنك صغنن؟ عندك قد ايه؟ صوتك صغير. عندي 14 سنه. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليك يا رب يا حبيبتي. انت يعني اكبر من توته حاجات بسيطه. ايه اكبر من توته يعني بحاجات بسيطه؟ ايوه. قولي لي يا قلبي، ليكي اي طلبات؟ لو سمحت ممكن اسال حضرتك مقاديرك تكتروني؟ من عيوني، حاضر هنزلها لك حالا دلوقتي وهنقولها مع بعض تاني. شكرا ليكي يا قلبي، مع السلامه. نزلها لها يا حسنه. بصوا احنا حطينا كل الكلام اللي احنا سخناه بس مجرد تسخين على السميد بتاعنا اهو. بصوا بنقلبه، طبعا السميد بتشرب كل الحاجات دي اهو، وانا مش عايزاها ماسكه ببعضها وتقيله، لا انا عايزاها خفيفه والقوام بتاعها حلو اهو. بصوا تقليبه كده بس كده، لو سبتيها دقيقة واحدة بس هتلاقيها كده ايه مسكت مع بعضها شوية اهو. بس كده، احنا مش عايزين نعجن ولا نلف، احنا عايزين على خفيف. طيب هجيب الصينية بتاعتي، واحنا بنتكلم كده هناخد تليفون معانا ونقول الو يا ام سجدة. ايه يا روحي، عاملة ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله والله. اهلا بيكي. الحمد لله يا حبيبتي، زي الفل. انا عايزة شوية سمنة، شوية زبدة، أي حاجة. تسلم إيدك، ربنا يخليك يا حبيبتي. أنت إيه الأخبار؟ ساجدة عاملة إيه؟ الحمد لله كويسة. عايزة أجيب بقى معاكي يا حبيبتي. على راسي، تنوريني تنوريني يا قلبي. أنت تأمري يا مسجدة. ماشي يا حبيبتي. حضرتك هتكلمي على المسابقة في التلفزيون ولا هيبقى بكرة؟ بإذن الله. وهننزل طبعا على السوشيال بعد ما تنزل الحلقة، وأنا نزلت يعني طبيعي على صفحتي بقى لي يومين، فإن شاء الله هنبدأ من بكرة بإذن الله. طب انت تمام؟ وهوريكم كمان الهدايا المساجده اللي انتوا هتاخدوها، يعني هيبقى معايا منها على في الحلقه، هنستخدمها مع بعض وهيبقى معايا الهديه بتاعتكم. شكرا ليكي يا قلبي، شكرا لي حبيبتي، متشكره ليكي جدا. طيب احنا مستنيين ايه؟ احنا عايزين بس دهنه سمنه كده بلدي، دهنه زبده، ما ينفعش زيت عشان خاطر ايه؟ احنا عايزين كده الطعم يبقى حلو وغني، وعايزين الحاجه تطلع كده لونها حلو، وعارفين اللي هو لون الذهب المحمر من بره ومن جوه ومن النص ومن كله، فاحنا عايزين ندهن بماده دهنيه حلوه. طيب انا سبت شويه سميد كده صغيرين، وده بعد ما هندهن الصينيه بتاعتنا بالسمنه بنقوم مبدرينها بدل الدقيق كده، فده بيعمل ايه؟ طبقه كده ما بين الصينيه وما بين البسبوسه بتاعتي، فبتدي قرمشه حلوه قوي لما بتيجي تاخدي القطعه كده تحسيها مقرمشه من بره وطريه سنه من جوه، فده هو ده المطلوب. تمام؟ طيب البنوته الحلوه اللي طلبت الرواني هننزل دلوقتي المكونات تاني، هننزل بيها تاني معلش، وهنقولها مع بعض. معانا ثلاث بيضات، ومعانا الفانيليا، وكمان معانا كوبايه من السكر، ومعانا كوبايه من الدقيق. انا بقول لك كده المكونات كده يعني ترتيبتها بقى انت اتفرجي على الفيديو. ومعانا كوبايه من السميد، وكوبايه من الدقيق، ومعانا علبه زبادي، ومعانا معلقه كبيره من البيكنج باودر، وبنقلب الكلام ده كله مع بعضه. ومعانا الفانيليا قلناها يا قلبي، ومعانا طبعا جوز الهند اللي هو اساس الوصفه، بنقلب الكلام ده كله مع بعضه وبنحطها في صينيه 20 22، وبكده بيبقى تمام جدا جاهزه معانا ان احنا ندخلها الفرن. وزي ما انتم شايفين اهي شغاله معايا في الفرن. لو تيجوا معايا بقى الفرن كده، ايه رايكم نروح الفرن؟ اهي دي كانت اهو، ده احنا بصوا يعني جينا على الاخر اهو، اهو شايفين شغاله وزي الفل. تمام. طيب تعالوا بقى نرجع للبسبوسه بتاعتنا اللي احنا جمعناها خلاص، احنا محتاجين بس ندهن الصينيه بتاعتنا عشان نحطها فيها اهو. حاضر، عايزين فاصل؟ هنحط بس البسبوسه ونطلع فاصل اهو. نلبس كده، ندهن بقى كده ايه حته زبده حلوه، واوريكم كده هنبدر بالسميد ازاي وندخلها الفرن.
بصوا اي حد بيعمل بسبوسه ما بتنجحش معاه كانت سميد او اكياس هتنجح معاكي. طيب لو انا عايز اعملها كيس اعمل ايه يا شيف؟ هنجيب كيس البسبوسه العادي بتاعنا اللي بنجيبه من السوبر ماركت، نحط عليه علبه زبادي، ونحط عليه برده نص كوبايه من السمنه البلدي او الزبده، وبنحط عليه شويه من البيكنج باودر يعني معلقه صغيره يعني على طرف المعلقه كده تمام، وبنحط القشطه بتاعتنا البلدي الحلوه اللي هي بتاعه اللبن، وبنقلب الكلام ده كله مع بعض ونفرده في صينيه بنفس الطريقه اللي احنا هنعملها دلوقتي دي وندخلها الفرن. عظمه وتحفه وجميله جدا. هناخد بقى كده حته من الزبده بتاعتنا ونفرشها كده في الصينيه كده اهو بالشكل ده اهو. بصوا رق كده حلو عشان خاطر نغلب بيه. وهجيب معاكم كده السميد اهو ونعمل كده بالشكل ده ونقوم رجينها كده. بصوا مقلبينها كده اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بس اي زياده بقى هروح انطرها كده في الحوض بتاعي واقوم مرجعاها. بصوا شكل الصينيه كده غلفناها ازاي، هو ده المطلوب. هنجيب بقى البسبوسه بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بيها في الصينيه بسم الله اهو بس كده. بس هجيب بقى طبق نحط فيه شويه ميه اهو شويه ميه حلوين كده، ونقوم عاملين ايه بلين ايدينا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، ننزل ايدينا في الميه ونقوم عاملين كده عشان نفرد تمام. انا في البيت بقوم رجها كده رجتين ثلاثه، طبعا هنا مش هينفع اعمل الاصوات دي على ارضيه المطبخ كده على السجاده بتاعتي، بلاقيها فردت وزي الفل ما بحتاجش اعمل الحركه اللي انا بعملها دلوقتي دي. فانت تقدري تعملي كده في البيت برضو اهو. بس كده شيل بقى ايه اشياءنا دي اهو. بصوا كده زي الفل حلو جدا. ادي البسبوسه بتاعتي الدايبه الحلوه اللي معموله بالسمنه البلدي والقشطه البلدي والحاجات الحلوه بتاعت زمان.